باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. حدثنا محمد بن خالد، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله ابن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو، ورواه يحيى ابن أيوب عن ابن أبي جعفر. هذا الباب يذكر أمرا يتعلق بالقيام بحق الموتى وبرهم في مسألة من المسائل، وهي الميت الذي يموت وعليه صيام، مات وعليه قضاء صيام، إما صيام فريضة شهر رمضان، أيام من رمضان ما صام لمرض أو لغيره، أو صيام نذر، نذر أن يصوم فلم يوفي النذر، أي الذي يموت في دينه صيام. وفي هذا الباب مسائل. أول مسألة أن ديننا جاء بالبر بالأموات، أن الصلة بيننا وبين أمواتنا لا تنتهي بالموت. الفرق بيننا نحن أهل الإيمان وبين غيرنا من الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبرزخ ولا باليوم الآخر ولا بالحشر، أن غير المؤمنين إذا مات الميت وضعوا في القبر أو أحرقوا أو فعلوا ما فعلوا وانتهت المسألة بالنسبة لهم، ويصبح الميت بالنسبة لهم ذكريات كما يقولون، يتذكرونه في السنة مرة أو لا يتذكرونه، أو يبكون عليه قليلا، أو يعملون 40 وانتهت المسألة. لكن المؤمن يختلف، نحن نعتقد أن الموت ليس نهاية للحياة، ولكن المسلمين يعتقدون، الإيمان عندنا أن الموت انتقال من حياة إلى حياة أخرى، ينتقل الإنسان من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ، ثم ينتقل في يوم القيامة إلى حياة ثالثة وهي حياة يوم القيامة، ثم ينتقل إلى حياة رابعة إلى الجنة أو النار، جعلنا الله وإياكم المسلمين من أهل الجنة. إذن الموت بالنسبة لنا معاشر المسلمين ليس بنهاية، الموت انتقال من حياة إلى حياة. فإذا كان لك والد أو والدة أو قريب أو صديق أو إنسان تحبه مات، فليس معنى هذا أن العلاقة التي بينك وبينه انقطعت، لا، العلاقة التي بينك وبينه باقية، لكن تغيرت نوع العلاقة. كانت في السابق علاقة للجسد فيها دور، تراه وتسمعه، تكلمه، يراك، يسمعك، يكلمك، لكن بعد أن مات أصبح العالم المحسوس غيبا بالنسبة لك. هذا معنى برزخ، أصبح هناك برزخ بينك وبينه، حاجز بينك وبينه يمنع أن تتصل به اتصالا حسيا، اتصالا جسديا. طب هل ينتهي الاتصال بينك وبينه؟ لا، لا ينتهي، هناك أنواع من الاتصالات بيننا وبين الموتى. النوع الأول البر بالموتى بالدعاء لهم وإهداء ثواب الأعمال الصالحة إليهم من حج أو صدقة أو تلاوة لكتاب الله عز وجل كما هو رأي الأكثر من العلماء. البر إيصال شيء من الخير إليهم. المعنى الثاني الصلة بالأحياء الذين لهم صلة بهم، إن من بر الوالدين أن تبر صاحب أصحاب أبيك أصحاب أمك بعد وفاة أبيك وبعد وفاة أمك. فالصلة بالأحياء الذين لهم صلة بالميت محبة في هذا الميت، ونوع من الصلة فيما بينك وبين هذا الميت بعد ذهابه. الأمر الثالث محاولة الإحسان إلى الميت في إنقاذه إن كان عليه خطر، كمثل الدين، لو مات الميت وعليه دين، والدين شيء خطير، الناس اليوم تساهلت فيه إخواني، من الأشياء الخطيرة التي تساهلنا فيها في زماننا الدين، يريد يغير السيارة صار لها 2، يريد سيارة أفخم يأخذ دين، وإن كان عاده بالربا المصيبة أكبر لأجل يأخذ سيارة أفخم، ولو حصل له لا قدر الله حادث ومات وأصبح الدين معلقا في عنقه يكون مرصودا في قبره، يكون معذبا في قبره، معاتبا في قبره بسبب هذا الدين. الدين شيء خطير. كان السلف الصالح لا يستدين أحدهم من أحد شيئا إلا للضرورة الشديدة، وإذا استدان يحاول أن يكون الدين بالرهن، يطلب المال ويضع رهن أرض أو شيء من ذلك حتى إذا مات الرهن يقضي عنه الدين، هذا في الضرورة حتى لا تبقى ذمته معلقة. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتقل إلى الدار الآخرة ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير، أراد أن يطعم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عنده طعام، وهو من هو؟ سبحان الله. وأعداد منا معاشر المسلمين ربما نرمي الطعام في المزابل، نسأل الله السلامة والعافية، ولا نشعر بالنعمة، وعيننا إلى آخرين، فلان عنده أكثر من عندي، فلان بنى عمارته أطول، أو فلان بنى بيته أكبر، أو فلان سيارته أفخر، وننسى فضل الله علينا الذي أنعم به علينا.
الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتقل إلى الدار الآخرة ودرعه مرهونة عند يهودي من اليهود الذي لم يحارب المسلمين فأقره رهن درعه عند يهودي صلوات ربي وسلامه عليه حتى يطعم أهل بيته ولا يموت عليه دين صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كتب على الإنسان أن يموت عليه دين وهذه خطيرة في حق الإنسان وكرر خطيرة لا تستسهل الدين، الدين خطير لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الخلق مبنية على المشاحة، يعني لا مسامحة في حقوق الناس، يوم القيامة يقتص صاحب الحق منك يأخذ من حسناتك والعياذ بالله، وإذا لم تكفي حسناتك يعطيك من سيئاته تحملها على ظهرك نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان الناس حقوق عليك إما حقوق الغيبة أو النميمة أو السب أو الشتم أو الظلم أو السرقة أو الغش أو الاضطهاد أو الدين، إذا حصل الدين كل هذه حقوق خطيرة على الإنسان تترتب عليه، ينبغي أن يتنبه ألا يأتي الموت عليه هذه الحقوق، والإنسان لا يعرف متى يأتيه الموت فلا يرضى أن تترتب عليه الحقوق أبدا. الشاهد من حقوق الموت علينا إن كنا نريد أن نبرهم أن نسارع إلى إنقاذهم. جاء بجنازة عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله هل عليه من دين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال صلوا على ميتكم، يعني أنا لا أصلي على من عليه دين، كان النبي لا يصلي على من عليه دين تورعا تعليما للأمة لخطورة الدين، فكان الذي عليه دين لا يصلي عليه النبي، لكن ليس معنى هذا أن نحن لا نصلي على الذي عليه دين، لأن النبي قال صلوا على ميتكم، أمر بالصلاة عليه. فخاف أحد الصحابة من أصحابه وكان عنده مال، خاف أن يفوت هذا الرجل فضل أن يصلي عليه رسول الله ويدعو له، فقال يا رسول الله دينه علي وصلي عليه. قال هاتوه، فقام وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف من ذلك أن من البر القيام بقضاء المترتبة الحقوق المترتبة على الموتى. وهنا تأتي مسألة، البعض يستشكل قول النبي في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يقول كيف النبي يقول انقطع عمله إلا من ثلاث وأنتم تقولون يستفيد من قضاء الدين، يستفيد من الحج، يستفيد من تلاوة الكتاب العزيز، يستفيد من الصدقة، يستفيد من الدعاء حتى من غير ولده، مع أن الحديث يقول وولد صالح يدعو له. طيب نحن في صلاة الجنازة ندعو إلى الميت، ألا يستفيد الميت؟ لو لم يكن يستفيد ما فائدة أن ندعو؟ الشريعة لا يوجد فيها عبث. قل على رسلك. الفهم هنا حصل فيه لبس عند بعض الناس، النبي لم يتكلم عن استفادته هو من أعمال الآخرين، النبي هنا قال انقطع ماذا؟ عمله، لم يقول انقطع عمل الناس له، قال عمله هو، لهذا هو ينتفع بأعمال الناس الآخرين له. وأما قول الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقد قال كثير من العلماء ليس هنا للإنسان أي ليس هناك حق للإنسان، الله عز وجل ألزم نفسه بأن لا يظلم أحد سبحانه عز وجل، والتزم لعباده سبحانه عز وجل أن يوفيهم أجرهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهذا الحق عز وجل التزم به لعباده أنه من عمل الخير سيراه، هذا أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يراه، على أنها أن السياق في شريعة من قبلنا، وهناك خلاف في مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا. لكن هل يستفيد الميت من أعمال الأحياء؟ نعم، صلاة الجنازة يستفيد منها الميت أو لا يستفيد؟ يستفيد، ولو لم يكنوا من الثلاثة، لا صدقة جارية ولا علم ينتفع له ولا ولد صالح يدعو له. فهمنا إذن أن الميت يمكن أن ينتفع بأعمال الحي، هذا الذي عليه الأكثر من أهل السنة والجماعة. بقي المسائل التي جاءت في هذا الباب بعد أن عرفنا أن هناك حقوق للأموات علينا. قبل أن ندخل في المسائل أحببت أن أذكر نفسي وأذكركم، لنا أقارب موتى صحيح؟ فيكم من له جد توفي، وفيكم من له والد توفي، فيكم من له أخ، وفيكم من له قريب أو صديق ربيع له رفيق، مرت السنوات ونسيناهم، متى آخر مرة زرت أقاربك في قبورهم؟ هذا من البر، زيارة الأقارب والأصدقاء بعد وفاتهم في قبورهم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء في صحيح البخاري وفي غيره أن السيدة عائشة كانت تفتقده أحيانا في الليل، وكانت ليلتها فتقوم قالت فيأخذني ما يأخذ النساء من الغيرة، أخاف يكون ذهب إلى بعض الزوجات الأخريات، قالت فأخرج فأبحث عنه فأجده قائما في البقيع، الناس نيام في منتصف الليل في وسط المقابر يدعو لأهل البقيع أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وجاء أنه في آخر أيام حياته الدنيا قبل وفاته تحامل على نفسه وذهب إلى أحد ليزور أهل أحد، قال بعض الصحابة الذين رووا هذه الحادثة قالوا يودعهم صلى الله عليه وسلم، يدعو لهم ويودعهم، فكان في ذلك معنى من معاني الصلة، صلة الوفاء والبر.
اليوم تمر السنوات لا نعرف زيارة المقابر، والبعض منا ربما يستهزئ بمن يزور المقابر أو يتكلم على من يزور المقابر، وهي سنة أكدها رسول الله حيث قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ليس فقط في زيارتها فإفادة للموتى أو بر بالموتى، فيها فائدة للأحياء، فإنها تذكركم الآخرة. نحن اليوم نصبح نمسي في الدنيا، في الأعمال، في الأشغال، ننسى الموت، لكن الذي يجعل نفسه وردا من زيارة القبور في الشهر مرة، استطاع في الأسبوع مرة فهو الأفضل، لم يستطع فعلى الأقل في الشهر مرة يذهب يدعو لأقاربه الذين في المقابر ولموتى المسلمين، ويتذكر، يقول: اليوم أنا في ظاهر الأرض كما كان هؤلاء على ظاهر الأرض، وغدا أغيب تحت الأرض كما غيب هؤلاء تحت الأرض. كانوا يذكرون عن الإمام محمد بن عنان رحمه الله تعالى أنه خرج مع بعض تلاميذه فمروا ببعض المقابر، فألقى السلام على أهل القبور وبكى، بكى بكاء شديدا وانتحب. فلما اشتد بكاؤه وسكن بعد ذلك قيل له: ما لك؟ قال: تأملت في أحوال هؤلاء الذين في المقبرة وسألت نفسي لو أن أحدهم أمل، يعني أعطي، ماذا تريد، ماذا تطلب؟ لما تحسر على شيء من الدنيا، لما طلب مالا ولا متاعا ولا، قال: ولكن لا أتمنى ركعة مقبولة أو تصبيحة مقبولة أو آية مقبولة يتلوها من كتاب الله عز وجل. فإذا خرجنا إلى المقابر ونظرنا وتذكرنا أنهم الآن يتمنون الآية، يتمنون الصدقة، يتمنون الركعة، يتمنون العمل الصالح، وقد حيل بينهم وبينه، ولا تزال الفرصة عندنا، نستيقظ من الغفلة التي نعيشها، نقلع عن المعاصي والذنوب التي نستسهل الوقوع فيها، نقبل على الله إقبال الصدق، ونشهد معنى الوفاء في البر بأمواتنا الذين ماتوا. اعتناء بزيارة أهل القبور والدعاء لهم هذه سنة من سنن النبي، نتذكر بها أننا سيأتي اليوم الذي نأوي، وإذا بررنا نحن بأقاربنا، إذا جاء البر منا والصلة بالقريب وبالرحم وبالصاحب، فإن الله بكرمه سيسخر لك بعد موتك من يأتي أيضا ويزورك ويدعو لك، من يتصدق عنك، من يذكرك في التوجه بعد أن ينساك الأقارب والأصحاب. نسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وارزقنا فيه حسن القيام والصيام وتلاوة القرآن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك تعتق رقابا عند غروب الشمس كل يوم من أيام هذا الشهر، وتعتق رقابا عند طلوع الشمس كل يوم من أيام هذا الشهر، وتعتق رقابا في كل ليلة من ليالي هذا الشهر. فنسألك اللهم أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وإخواننا وذوي الحقوق علينا والمسلمين من النار، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.